أيتها الأخوات، أيها الأخوة، أيها الأخوة الكرام المسؤولين والحاضرون لهذا اليوم الطيب، كل باسمه وصفته، مرحبا بكم في تلمسان. معذرة إذا خانتني المشاعر ففيضها يجتاحني في هذه اللحظات. فنشيد الجزائر أنشدناه منذ اندلاع ثورة الجزائر العظيمة، فأنا من جيل يعتز بانتمائه، وأنه تربى على أمجاد وعنفوان ثورة الجزائر العظيمة والمنتصرة والملهمة. فتحية للجزائر، تحية لثورتها المجيدة والمستمرة على كل الأصعدة لتحقق أهدافها، وتحقق من خلالها كل أمتنا أهدافها بإذن الله. وهذا الجمع الطيب في هذه المناسبة هو أحد أهداف أمتنا المجيدة والعظيمة. في رحاب تلمسان، هذه المدينة الجميلة والرائعة والآسرة والخلابة بمناظرها وطبيعتها ونسائها ورجالها بعظمتها التاريخية، مدينة الفن والجمال والتاريخ، مدينة البطولات، مدينة الزعماء القادة، مدينة الشهداء. مثل كل الجزائر، 1.5 مليون شهيد توزعوا على هذا الثرى الطهور، على ثرى الجزائر، ليحددوا بلحمهم الحي حدود الجزائر المستقلة المنتصرة على العدو المتغطرس، ويحققوا هذا العنفوان لأمتنا جمعاء وليس للشعب الجزائري فقط. في أحضان تلمسان وفي رحابها نلتقي ويلتقي الأخوة من النقابات المغاربية، من تونس الخضراء، ومن ليبيا العزيزة، ليبيا النازفة ولكنها بإذن الله التي ستتشافى وتتعافى، ليبيا المختار، وموريتانيا الشعراء، وبأحضان الجزائر. وعندما تكون المبادرة جزائرية على كل الأصعدة، هي مبادرة موثوقة ومطمئنة لكل جماهير أمتنا العربية. عندما تتحرك الجزائر، وعندما تكون الجزائر في خندق ما وفي موقع ما، ليس كلاما ما أقوله تفرضه المناسبة ولا يقتضيه هذا التجمع، ولكنها حقيقة. عندما تكون الجزائر في موقع، تكون قلوب الأمة كلها مطمئنة لهذا الموقع ولهذا الخندق. وإذا لا سمح الله غابت أو تغيبت قليلا عن المشهد، جماهير أمتنا تتساءل أين الجزائر. ولذلك حينما تحتضن الجزائر هذه الفعالية وهذا التجمع الخير، فإنما هي من أجل بعث حقيقي لكيان نتمناه ونرجو أن يعود فاعلا ومتفاعلا من أجل قضية التربية والتعليم، ومن أجل قضية الاتحاد المعلمين العرب وأهدافه التي تجمعنا جميعا. ولذلك نبارك ونهنئ باسم المعلمين العرب من المحيط إلى الخليج، باسم كل النقابات والمنظمات الأعضاء في اتحادنا اتحاد المعلمين العرب المناضل، نبارك هذا الجمع ونحيي الجزائر على مبادرتها، ونحيي الأخوة من النقابات العربية المغاربية التي جاءت لتقول كلمتها ولتعمل من أجل أن يكون هذا الكيان كيانا فاعلا تربويا ومهنيا وعلى كل الأصعدة، ويكون سندا مكينا وعضدا متينا
لاتحاد المعلمين العرب، ونأمل ونرجو أن يكون وهو بإذن الله كذلك عمودا فقريا لوحدة هذا الاتحاد، لحماية وحدته وتعزيز دوره وتطوير أدائه، لأننا بحاجة ماسة لمثل هذا الكيان، ونعرف تماما ونحس بصدق هذا التوجه وبأمانته وطمأنينته التي ينشرها على كل المعلمين العرب. إن اتحاد المعلمين العرب والذي تأسس منذ 60 عاما، عام 1956، عندما توجه إلى القاهرة 500 معلم ومعلمة من الوطن العربي الكبير ليعلنوا إنشاء وتأسيس اتحاد المعلمين العرب، جاءوا إلى القاهرة في ذلك الوهج، وهج ثورة 23 يوليو واحتفالات تأميم قناة السويس عام 56 في ظل الزعيم الخالد الراحل جمال عبد الناصر، وهو يبسط جناحيه على الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، معانقا عنفوان ثورة الجزائر المجيدة عام 56 ليعلن الاتحاد واتحادات عربية وشعبية أخرى ميلادها في القاهرة. واليوم وبعد 60 عاما ها نحن نلتقي في الجزائر لبعث كيان آخر للتنسيق في تنمية أو تربية وتطوير هذا المولود الذي ولد عام 2010 في مثل هذه الأيام في مراكش في المملكة المغربية، ولكن ربما الظروف التي أحاطت بوطننا العربي وكلنا نعرفها حالت دون أن ينمو هذا المولود وأن يتفاعل كما يجب، وكثير من مؤسساتنا القطرية والقومية تضررت وتعطلت أو أصابها بعض الوهن بسبب هذه الأوضاع، ولكننا الآن وبهذه المبادرة الجزائرية والمبادرة المغاربية من نقابات المعلمين في المغرب العربي في تونس وموريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا، كلها جاءت وإن شاء الله هي بإرادة واحدة وبتصميم على أن يكون هذا الجسم بإذن الله معافى وكيانا قادرا على التفعيل والتفاعل وكيانا مؤثرا في كل الأصعدة تربويا ومهنيا وقوميا واجتماعيا، لأننا بحاجة إلى هذه الشريحة التي تمثل المعلمين وتمثل شريحة من الطبقة المتوسطة أولا ومن الطبقة التي تعنى بالعلم والمعرفة، ونحن بحاجة إلى مثل هذا التفعيل والتفاعل، وأعتقد أننا بإذن الله مستمرون وستتوالى الخطوات ليخرج هذا الكيان الاتحاد لمعلمي المغرب العربي، سيخرج إلى الحياة الفاعلة بإذن الله. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن المعلمين العرب والمعلمون في المغرب العربي الكبير هم الآن يتصدون لقضية مهمة، قضية التربية والتعليم، وقضية التربية والتعليم يجب أن تؤخذ في كل المحافل وعلى كل المستويات المسؤولة أنها قضية أمن قومي. بدون هذا الوعي وهذا الفهم وهذا الإيمان بأنها قضية أمن قومي، لا فائدة ترجى من كل ما نقوم به، سيبقى بدون أساس وسيبقى مرتجا وسيبقى غير فاعل. قضية التربية والتعليم قضية أمن قومي، قضية حياة، يجب أن تخرج برؤية استراتيجية وبقرار سيادي وبإرادة سياسية حقيقية بأننا نريد أن تكون هذه الجبهة، الجبهة الداخلية، جبهة التربية والتعليم، مصونة ومؤثرة وقادرة على الحمل العبء الملقى على عاتقها. إنها إذا كان الجيش والقوات المسلحة في أي قطر من أقطارنا هو يدافع عن الأمن القومي بحمايته حدود دولنا، فإن قضية التربية والتعليم أيضا هي قضية أمن قومي، والذي يحميها
ويحمي خندقها ويؤثر هو المعلم العربي في كل مدارسه وفي كل جامعاته وفي كل معاهده. ولذلك حتى مصلح وأساس بناء وإصلاح العملية التربوية والتعليمية هو المعلم العربي الذي يستحق هذا المعلم أن يكون يعني متمتعا بحقوقه الأدبية والمهنية وغيرها، وكما قال اليابانيون أن يكون براتب وزير وحصان الدبلوماسي وباحترام عالم. هذا هو المعلم الذي نرجوه ونرجو أن يتمتع بهذه الحقوق.